لافروف: سلمنا الأمم المتحدة الوثائق والصور للمواقع التي أخذت منها عينات غاز السارين والقذائف المحشوة بالسارين صنعت بأماكن سيطرة مجموعات المعارضة. ميامين الوطن يتصدون لفلول عصابات الإرهاب المرتزقة على امتداد الجغرافيا السورية. والميادين المصرية ما بين الحراك السياسي والتصعيد الأمني. كل عام وسوريا الحبيبة شعبا وجيشا وقيادة بألف خير. نشرة التاسعة من قناة الدنيا، السلام عليكم. أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2013 القاضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها بموجب القانون. كما أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال بإضافة بعض الجرائم إلى تعريف الأموال غير المشروعة، وذلك بما يتناغم مع القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إنه يجب الضغط على المعارضة السورية لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا والمزمع عقده في جنيف دون شروط مسبقة. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو سلمت الأمم المتحدة جميع الوثائق والصور للمواقع التي أخذت منها عينات غاز السارين في سوريا، مشيرا إلى أن القذائف المحشوة بالسارين صنعت في أماكن لكن تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة. في إطار عملياتها المتواصلة ضد أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في الغوطة الشرقية وريف دمشق الشمالي والجنوبي، دمرت وحدات من جيشنا الباس المستودع أسلحة وذخيرة وورشة لتصنيع قذائف الهاون، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم. وخلال عملية نوعية لميامين الوطن في منطقة حجيرة، تم القضاء على عدد من الإرهابيين من بينهم الإرهابي السعودي قاسم سلطان الدوسري وفادي بيطار وحسن حمدي المشتولي ومجد العقيلي، كما تم تدمير مستودع لأسلحة وذخيرة الإرهابيين شرق برج المعلمين بحي جوبر، وسحق بواسل الجيش عددا من الإرهابيين منهم أحمد العاصي، هذا إضافة لتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين عند نفق حرملة. وتصدت قواتنا المسلحة الباسلة لتجمعات الإرهابيين في المزارع المحيطة ببلدتي البحارية ودير سلمان بالغوطة الشرقية، ودمرت أسلحتهم وعتادهم، ومن بين القتلى عبد الرحمن فلاحة وصالح قاسم جغنون وأحد متزعمي المجموعات الإرهابية الملقب أبو بكر شحادة. إلى ذلك عثرت وحدة من جيشنا الباسل على مشفى ميداني في خان الشيح وبداخله مواد طبية نهبها الإرهابيون من العيادات والمراكز الطبية الخاصة والعامة في المنطقة، ودمرت وكرا لهم بما فيه من أسلحة وذخيرة وإرهابيين. متحدين إرهاب العصابات المسلحة ومحاولتهم قتل إرادتهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية، خرج أهالي حلب يعبرون عن غضبهم للحصار المفروض على مدينتهم، فكان رصاص الإرهابيين بانتظارهم. حصار خانق يحاول الإرهابيون فرضه على أهالي حلب الصامدين، لتتجلى تداعياته بمظاهرة في حي البستان تطالب المجموعات الإرهابية بمغادرتها والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليها، فما كان من الإرهابيين إلا أن أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين. الوضع المعيشي المتدهور في حلب بسبب إرهاب المجموعات المسلحة دفع بمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ في دمشق وحث جميع الأطراف على ضمان السماح بمرور آمن لقافلة إمدادات متجهة إلى مدينة حلب في شمال البلاد تحتاجها المدينة بشدة. We have a convoy that is going with the old UN agencies now.
لدينا قافلة ذاهبة مع هيئات الأمم المتحدة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي نتمنى أن تصل إلى حلب. اليوم المشكلة في حلب مشكلة إنسانية كبيرة، وفق التقارير التي وردت إلينا فإن هناك حصار بكل ما في الكلمة من معنى للإخوة المواطنين. أزمة غذائية حادة في أحياء حلب الصامدة، والتي تعمل الحكومة جاهدة مع الجيش العربي السوري لإيصال وتأمين ممرات آمنة بعيداً عن قبضة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقف بوجه كل عون بهدف كسر الإرادة الحلبية الرافضة لإرهابهم. وفي طرطوس تواصل الحملة الوطنية لدعم جرحى الجيش العربي السوري جولاتها الميدانية، وفي صافيتا توقفت الحملة لتكريم أسر جرحى الجيش من أبناء المنطقة. قامت الحملة الوطنية لدعم جرحى الجيش العربي السوري في طرطوس بتكريم 160 أسرة جريح في المركز الثقافي العربي في صافيتا ببادرة مميزة من أحد المغتربين السوريين الذي لم ينسى واجبه تجاه وطنه يوما. نحن اليوم بالحملة الوطنية لدعم جرحى الجيش العربي السوري في طرطوس قمنا بفعالية بمركز صافيتا الثقافي لتكريم جرحى بمدينة صافيتا. حاولنا نغطي أكثر عدد ممكن منا وبنقول لهم رمضان كريم لجرحى صافيتا كلياتهم وجرحى سوريا كلياتهم، وعلى بالي ينعاد علينا بالخير والعافية. نقوم الآن بتكريم هؤلاء الأخوة الجرحى الذين قدموا دمائهم وأعضاءهم دفاعا عن كرامة وصون وحدود هذا وأمن هذا الوطن. وهذه الخدمات ذات أشكال متعددة، فهناك خدمات مادية من الأخوة المتبرعين ذوي الأعمال الخيرة، وهناك خدمات تقدمها مديرية الصحة لهؤلاء الأخوة الجرحى. سوريا غالية ولكن تميتها الدموع وتحييها الدماء، بوركت دماءكم يا من ستزلزلون الأرض تحت أقدام الأعداء، يا من ستجعلون لنا حصة في ضوء الشمس وستجعلون سوريا قامة نور في خارطة هذا العالم. تخلل التكريم إلقاء العديد من الكلمات التي أكدت على وحدة الوطن وكرامته والإيمان بقدرة أبطال الجيش العربي السوري على تحقيق النصر القريب، ومعنويات عالية تمتع بها الجرحى وأهاليهم نقلوها إلى جميع من حضر التكريم. عندما أتماس الشفاء سأعود إلى أرض المعركة لمحاربة هؤلاء التكفيريين الإرهابيين الذين قدموا من كل أصقاع الأرض. إن شاء الله يا رب يرجع الأمان لبلدنا، تعيش كل هالشباب بخير وبسلامة وأطفالنا وشعبنا كلياته بخير. نحن فداء الوطن وفداء البلد كله، وإن شاء الله منضل على الوضع، والله يشفي الجرحى ويرحم الشهداء جميعا. قريبا جدا بدي أرجع لعند رفقاتي ونحرك الأرض سوريا إذا الله رب. هم مستعدون دائما أن يقدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن، فلم يردعهم أي رادع ولم يقف بوجههم أي إرهاب. إنهم أبطال الجيش العربي السوري. لأخبار الدنيا الفضائية، علي الكنج، صافيتا. كرم المركز السوري لرعاية الإبداع الدكتورة سهام دانون نائب عميد كلية الآداب في جامعة دمشق، والتي نجت من تفجير إرهابي استهدفها وأدى لبتر قدميها، حيث جاء التكريم تقديرا لجهودها ومكانتها العلمية وتأكيدا على أن الإرهاب لن يطفئ شعلة العلم والحياة. رسالتهم رسالة القتل والتدمير، تقطيع الأوصال، أكلت قلوب البشر. نحن نحمل رسالة العلم، نحمل تنوير العقول، نغرس محبة الوطن بشموخ وإباء وكبرياء كسوريين وكعرب. استهدافي أو استهداف أي كادر من أبناء سوريا لا يعني أن تقف مسيرة النضال والمقاومة في سوريا، على العكس تعطينا إصرار على الصمود أكبر وبشكل أكبر، وتعطينا القوة والإرادة أكثر لمتابعة النضال من أجل الوصول إلى النصر المؤزر إن شاء الله، ونأمل أن يكون قريبا. دكتورة سهام هي أحد ضحايا الإرهاب، فقدت طرفيها، وأنا أعتبر أن هذه المرأة هي رمز الصمود والمقاومة في سوريا. رأيتم أن معنوياتها ممتازة رغم فقدانها لأطرافها. تم تقديم كافة ما يلزمها من إجراءات وخدمات في الوقت المناسب، وأريد أن أؤكد أن الكادر الطبي موجود على مدى 24 ساعة ولتقديم كافة الخدمات لهؤلاء المرضى الذين يتعرضون لإصابات فجائية إرهابية. نحن بادرنا إلى أداء درع يليق بعظمة أداء هذه الدكتورة علميا ووطنيا،
قدر إمكاناتنا المتواضعة. المركز السوري لرعاية الإبداع يعمل تحت مقولة القائد خالد حافظ الأسد: في كل بلد مبدعون، علينا أن نبحث عنهم وندفعهم باتجاه المزيد من الإبداع. هذه الرسالة أمانة حملناها في أعناقنا، وهي توجيه دائم بالنسبة إلينا، نبذل من أجل تحقيقه على أرض الواقع قصارى الجهد لكي نكون لائقين بحمل هذه الأمانة العظيمة. أكد وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش أمس أكد أن عشرات الشباب الألمان اتجهوا إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة. وقال الوزير الألماني إن 60 ألمانيا يتواجدون حاليا في سوريا، مشيرا إلى المخاوف من أن هؤلاء الأشخاص يخضعون لتدريبات في معسكرات تديرها جماعات مقربة من تنظيم القاعدة. وأضاف إن على السلطات الألمانية ضمان مراقبة هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم إلى ألمانيا، موضحا أن عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى سوريا من دول الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 1000 شخص. وتعزيزا للفكر الظلامي الإرهابي، لم يستطع الشاعر أبو تمام الطائي أن يسلم من سيف إرهابيي جبهة النصرة، فقد تم تدمير تمثاله في جاسم بريف درعا، والذي تم نصبه عام 1982 تخليدا لذكراه. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. لم يسلم صاحب هذا البيت الخالد الشاعر أبو تمام الطائي من سيوف إرهابيي العصر الحديث، حيث طالته مذبحة إرهابيي جبهة النصرة بحق الرموز الفكرية العربية. فقد أقدموا على تفجير تمثاله في قرية جاسم بريف درعا، الذي تم نصبه عام 82 تخليدا لذكراه، التي أراد إرهابيو الفكر اليوم محوها. ليست هي المحاكمة الأولى لرموز أنارت التاريخ من قبل إرهابيين فروا من ظلمات التاريخ، فقد سبق أبا تمام رأس تمثال أبي العلاء المعري في معرة النعمان بريف إدلب باعتباره زنديقا، ليرتفع صوت أبي الهول مناشدا كل المنظمات الأممية المعنية بحماية التراث الإنساني العالمي ليحتفظ برأسه بعيدا عن سيوف متطرفين إسلاميين بعد الفتوى التي أطلقها أحد المتطرفين، والتي تنص على وجوب هدم كافة تماثيل الشخصيات المهمة في التاريخ المصري ابتداء من أبي الهول، لأن وجودهم حرام حسب الفتوى. ستحطمون أبو الهول والأهرامات وكل التماثيل الفرعونية وكل الأثار الفرعونية، كل ما كان صنما وتمثالا وثنا يجب تحطيمه، نحن أو غيرنا يجب علينا تحطيمه. حوادث عديدة تظهر عمق سواد الفكر التكفيري، فمنذ انتشار الجماعات الإرهابية التكفيرية في العالم عمدت إلى إزالة وتدمير كافة التماثيل باعتبارها أصناماً، وتدمير رموز حضارات عاشت آلاف السنين، ما يذكر بحادثة هدم حركة طالبان الإرهابية لأكبر تمثال لبوذا في العالم. فكر أكثر من ظلامي ضيق يحمله إرهابيون، يبدأ بتدمير ونبش كل ما هو قيم ويحمل معاني سامية لغيرهم، وينتهي بإعلان حرب على رموز تاريخية فكرية اختصرت حضارات كاملة حسب مثقفين. اللجنة الاقتصادية المصغرة تجتمع برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء، واللجنة تناقش الآليات المناسبة لمنع ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية في الأسواق، ووضع نظم وضوابط رادعة بحق المتلاعبين بسعر الدولار في السوق السورية. هذا وقد درست اللجنة إمكانية زيادة الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية من خلال توفير سلل غذائية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إنه تم منذ اليوم بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 247.50 ليرة سورية، على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر 250 ليرة سورية. وإن التدخل سوف يتم على الأقل مرتين في الأسبوع، ويمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات. وعرض الدكتور ميالة مشروع قرار للتعويض للمواطنين عن انخفاض القوة الشرائية لإيداعاتهم في المصارف، وقال إنه ستتم مناقشة هذا المشروع مع المصارف العاملة بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة. ميالة عرض أيضا مشروع تجريب
تجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية واقتراح الغرامة والسجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من يخالف هذا المشروع بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق. في أول يوم من شهر رمضان الكريم قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وبحضور خبراء من مديرية الصحة بجولة على عدد من الأسواق للكشف عن مدى توفر المواد الأساسية والحالة الصحية للمطاعم، حيث تم تنظيم ما يزيد عن 100 ضبط تمويني للمخالفات تتعلق بزيادة الأسعار وبيع مادة الخبز التمويني، كما تم تنظيم عدد من الضبوط بحق بعض محطات الوقود وتوقيف عدد من سيارات الأجرة لعدم تشغيل العداد. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق همام حيدر أن دوريات حماية المستهلك ستكون متواجدة على مدار الساعة، مطالبا من المجتمع الأهلي والمواطنين الإبلاغ عن أي شكوى على أرقام المديرية، علما أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين. يعني نحن بظل هالظروف اللي عايشينها وظل الارتفاع العشوائي للاسعار واستغلال كثير من ضعاف النفوذ للاسواق وللمواطن وعدم تنظيم الاسعار وبما يتناسب مع اسعار الكلف ويعني العشوائيه بالاسواق، فبدينا بحمله على كافه اسواق محافظه ريف دمشق، واليوم انطلقنا من المنطقه هي حملات مكثفه يوميه لعدد كبير من المراقبين اللي موجودين بحماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بريف دمشق لمعالجة كافة القضايا التموينية دون استثناء، كل ما يتعلق بحاجات المواطن من الخضار والفواكه من اللحوم الأجبان والألبان المواد الأساسية المواد المدعومة المحروقات الغاز. اليوم الحقيقة شفنا يعني ارتياح كتير بالشارع، الناس كانت مطمنة لأنه تواجد الدولة ومتابعتها لواقع المعيشي والمعاشي كتير كان في ارتياح بالنسبة للمواطنين. ضبطنا عدد كبير من وسائل النقل اللي غير معلنة عن الأسعار والغير مقيدة فيها، وضبطنا عدد من محلات اللحوم عدد من محلات الخضار والفواكه الغير معلنة عن أسعارها، ودققنا بجداول التوزيع اللي موجودة ضمن مجلس المدينة لتوزيع المواد المدعومة من الغاز والمازوت وغيرها. أزمة تلو أخرى تلاحق مواطني محافظة الحسكة. اليوم يعاني مواطنو هذه المدينة من أزمة تخص رغيف الخبز، ورغم أن المسؤولين أقروا بوجود نقص في الطحين إلا أنهم متفائلون بالحلول. محافظة الحسكة لا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل أخرى. بعد المياه والكهرباء والاتصالات، اليوم المحافظة تعاني مشكلة في رغيف الخبز. مواطنو مدينة الحسكة يشكون من الازدحام على الأفران وقلة توفر المادة، وأحيانا كثيرة تكون صناعتها سيئة مما قد ينبئ عن إهمال في هذه الصناعة. مع قدوم شهر رمضان المخابز تعمل بطاقتها القصوى لتأمين الرغيف للمواطن وتيسير وصوله بأفضل جودة ممكنة وبأسهل طريقة، هكذا يقول المعنيون. هناك نقص في مادة الطحين الوارد إلى المخابز الآلية، يعني إضافة لتوقف 6 خطوط ونقص مادة الطحين، يعني الشهر الماضي نسبة التنفيذ بحدود 123. يتم توزيع الدقيق حسب مخصصات الأفران، تعطى الأولويات للمدن ومن ثم للأرياف. هناك حاجة المحافظة تتجاوز بين 600 إلى 650 طن يوميا، لكن إنتاجنا ما يغطي من المطاحن الموجودة بين أيدينا يتراوح بين 300 إلى 350 طن. انطلق تخفيف الأعباء على المواطن الذي هو البوصلة وهو المؤشر للخدمات ولكل ما يقدم من تحسين وضع معاشي. لجأنا إلى تجربة جديدة هي توزيع مادة الخبز وهو القوت اليومي للأخوة المواطنين عبر معتمدين منتشرين في كافة أحياء المدينة وبإشراف لجان الأحياء والأخوة المخاتير. تأمين الرغيف بمواصفات جيدة للمواطن هو من أبسط حقوقه، وهو يعاني ما يعانيه، وعمل الجهات المعنية بهذا الموضوع يجب أن لا يقتصر على جانب واحد من جوانب هذه العملية، بل يجب أن يتكامل عملها ليصل إلى مستوى يليق بمواطنيهم السوريين.
عقد في وزارة الصحة اجتماع نوعي بمشاركة وزيراء الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك من أجل تتبع الجهود المستمرة لاستجرار المزيد من الأدوية النوعية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية السورية بموجب اتفاق خط التسهيل الائتماني الممنوح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعما للاقتصاد السوري، حيث شدد وزيراء الصحة والاقتصاد على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات العامة والخاصة للاستفادة القصوى من خط التسهيلات الائتماني مع إيران وتأمين مستوردات القطر من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء والاستمرار في تأمين الأدوية النوعية للمرضى وتلبية احتياجاتهم خلال هذه المرحلة التي تتزايد فيها الضغوط على سوريا. الغاية من رفع سعر الدواء ليس تحقيق الربح للمعامل، وإنما الغاية هي المتابعة في إنتاج المعمل لهذا الدواء الذي فقد بسبب عدم تغطية تكلفته. الحقيقة التسعيرة الجديدة هي الحقيقة ما هي الغاية منها ربح كما قلنا، ومثل ما تفضل السيد وزير الاقتصاد قال أنه الأدوية اللي دون 100 ليرة سوري زادت بنسبة 50%، أي دواء اللي سعره 100 هو 150 ليرة، فما أظن يعني هذا الرقم بكبير أو بقاسي على المواطن في ظل الظروف اللي عم نمر فيها والتي أقل ما يوصف أنها حرب كونية بكل معنى الكلمة. أما الدواء اللي تجاوز سعره 100 ليرة سوري فهناك زيادة بنسبة 25%. طبعا أكرر وأقول الغاية هي الاستمرار في إنتاج الدواء والحفاظ على الأمن الدوائي، وإن شاء الله الأمن الدوائي هو محقق. إمكانية استفادة الزملاء رجال الأعمال المهتمين بالصناعات الدوائية لتسهيل عملية استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية، وبحدود إمكانيات الخط الائتماني الممنوح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية، ونأمل أنه هذا يساهم في حل مشكلة التمويل ويساهم أيضا في تحقيق انخفاض في تكاليفهم وعدم ومتابعتهم في الإنتاج وعدم حرمان السوق من هذه الأدوية سواء للسوق المحلية أو للصادرات. عقد في فندق أشرة بدمشق اليوم اجتماع للجنة الإغاثة العليا بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، وتم خلال الاجتماع مناقشة العوامل المؤثرة على تنفيذ خطة الاستجابة بالإضافة لتقييم واقع العمل الإغاثي في ظل الحرب على سوريا وكيفية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين كل الأطراف العاملة، وكذلك إمكانية إضافة أطراف ومنظمات جديدة للجنة. الذي نقوم بالعمل عليه الآن بإيجاد آلية لإيصال المساعدات إلى السكان أو المدنيين الموجودين داخل هذه الأماكن، ولكن بطريقة نضمن أن الطعام يذهب إلى الغذاء يذهب إلى المدني ولا يتم الاستيلاء عليه، لأننا أولا وأخيرا نتحدث عن ملف إنساني. هلا نحن دائما وفي اكثر من تدريب اخذته المنظمات غير الحكوميه بسوريا على موضوع تقييم الاحتياجات رصدها واليه التوزيع. هلا مع الاسف يعني بيصير عندنا هي الاشكاليه، واحيانا بالمراكز اللي ممكن نفتتحها نحن المشكله انه لا في تنظيم، الناس يعني بتجي فجاه كله بده هلا مساعدات. هلا هذا الكلام جميل وحقه، ولكن التنظيم على الأقل بيخليك تاخذ أنت وغيرك. اثنين، بيكون في عنا خلل أحيانا وإشكاليات بأنه ناس تاخذ أكثر من مرة مساعدات في حين ناس ما تاخذ مساعدات أبدا. هذه الورشات في استمراريتها تشكل مفصل هام في أفق التعاون هذا، وما نخلص إليه من نتائج عملانية تنعكس على الأرض فيما تعلق بالشأن الإغاثي. نأمل من خلال إرساء حوار مستدام وفعال أن نكون قادرين على إيجاد حلول للعوائق التي تحد من قدرتنا على الاستجابة لهذه الأزمة على نحو يستجيب مع حجمها. ونود الإشارة إلى أن قدرة وكالات الأمم المتحدة والشركاء على الوصول للسكان المتضررين أينما وجدوا لا تزال محدودة بسبب الوضع الأمني غير المستقر إلى جانب بعض العقبات الإدارية.
عقدت وزارة الدولة لشؤون البيئة اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين ووضع برنامج تنفيذي لتوصيف الواقع البيئي والخروج من المشاكل البيئية بطريقة علمية سلمية، حيث أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس إن العمل من أجل حماية البيئة الوطن والحفاظ على صحة أبنائه هو عمل تشاركي يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في مجال الدراسات والاستشارات والمشاريع، بالإضافة إلى إقامة النشطة العلمية المشتركة في سبيل الوصول إلى بيئة سليمة. الحقيقة في قضية تشغلنا، كيف نستطيع أن نستثمر البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية ونسعى باتجاه تجسير العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات التنموية بكل اتجاهات صناعية خدمية إلى آخره. نحن من فترة طويلة بنشتغل طبعا بجهود معقولة لكن أيضا متردد لأنه بدأ دعم كان مالي بقضايا الطاقات المتجددة يلي انعكاست على البيئة الكبيرة، مثلا استخدام طاقة الرياح، استخدام استثمار النفايات بحيث تكون مفيدة. مثلا نحن بالمعهد عندنا نتائج طيبة بالبيوديزل بالوقود الحيوي. أهمية الاتفاقية هو التعاون مع الخبرات الوطنية والاستفادة منها لإنجاز لتحليل الواقع البيئي بشكل علمي ودقيق، والاستفادة من الخبرات الوطنية الموجودة لدى المعهد، وذلك للاستغناء عن الخبرات الأجنبية لتوصيف الواقع البيئي بشكل علمي ودقيق، والاستفادة منه لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من التدهور البيئي والملوثات البيئية المنتشرة بسبب التغيرات المناخية والنشاط البشري الغير مسؤول والسلبي تجاه البيئة. في الملف المصري، الشارع على حالة من الانقسام فيما يتصاعد استهداف المراكز الأمنية المصرية ومواقع الجيش وخاصة في سيناء، وفي هجوم جديد قتل شخصان أحدهما مدني. الشارع المصري استقبل شهر رمضان هذا العام وسط حالة من الخوف والانقسام. على غير العادة أتى شهر رمضان المبارك على المصريين هذا العام، فالناس خائفون ومنقسمون ولا يشعرون بأجوائه كالسابق. أنا أول مرة ما حسش بفرحة رمضان بكل أمانة. البلد منقسم إلى إخوان وإلى فصيل تاني، والناس كلها عمالة تتكلم في السياسة، في المواصلات كلها عمالة تتكلم في السياسة. الفجوة عميقة بين مؤيد ومعارض للحكومة المصرية الحالية. في ميدان التحرير المتظاهرون يصرون على أنها كانت الثورة الثانية التي أسقطت محمد مرسي، مشيرين إلى تحالف بين أمريكا والإخوان المسلمين. بينما في مسجد رابعة العدوية أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يصرون على تسميته انقلابا وليس ثورة. وسط هذا الانشغال تتابع الرئاسة المصرية الجديدة إعادة ترتيب البيت السياسي بعد الإعلان عن تكليف وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة وتسمية محمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت. كما سعت السلطات لتوجيه البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، ما أثار ردود أفعال متباينة. الببلاوي قديم جدا وعارف طبعا خوارج مصر ودواخل مصر، ويقدر يقدم للبلد فوائد كثيرة جدا. طبعا مشاريع اللي بتقوم في قناة السويس، المشاريع الجديدة اللي بتقوم في البلد، إسكان الشباب، فإني فالببلاوي طبعا أكيد هيقدم حاجة كويسة للبلد بإذن الله. على مقلب آخر، الإخوان في مصر يرفضون تعيين رئيس الحكومة المؤقت. الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية هو الرئيس الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، وهو الوحيد الذي من حقه أن يعين رئيس وزراء ومن حقه أن يوافق على الوزراء المعينون. عملية الانتقال السياسية أكدها قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في بيان قائلا إن بلاده مستعدة للانتقال إلى صفحة جديدة. مصر الجديدة تتشكل والمعونات العربية تتدفق. الإمارات العربية المتحدة منحت مصر مليار دولار وقرضا من ملياري دولار، وكذلك السعودية عرضت 3 مليارات دولار نقدا وقروضا، وبقيمة إضافية ملياري دولار من الوقود التي تشتد الحاجة إليها. ويتساءل مراقبون، هل هذا المال منحة أخوية أم لغاية في نفس يعقوب؟
قالت مصادر صحفية إن النيابة المصرية أمرت بضبط وأحضار 10 من قيادات الأخوان منهم المرشد، هذا فيما استدعت الخارجية المصرية السفير التونسي وطالبته بعدم التدخل في الشؤون المصرية وعلى الصعيد الأوروبي والأمريكي والعربي جملة من المواقف في جديد الساحة المصرية. تطل إسرائيل شاحبة الوجه على المشهد المصري مرتبكة في خروجه عن احتمالاتها ودخول كامب ديفيد ومثيلاتها حيز التهديد بعد سقوط الحلفاء واستعادة الميدان من الأخوان، فسبقت كلمات الصهيونية كل الكلمات ليبدو الترتيب في التذمر حسب درجة التأثر والتآمر الذي كان بين إسرائيل والأخوان والذي صار اليوم مصدر تخوف ورهان تجازف فيه إسرائيل حتى الأوهام بأن سموم التفتيت مستمرة في مصر على امتداد أعوام، كما قالها وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون ما طمأن البيت الأبيض وزعيمه أوباما، فراح يوزع مزيدا من برقيات الدعوة للتآمر مكلفا الإمارات بالاتصالات مع المصريين ومصدرا البيان مع تميم ليدشن دورا قطريا جديدا في لعبة التآمر على مصر وإن كان فوق طاولة سياسية. أما الأوروبيون فخففوا الوطأة واللهجة وصنفوا درجات العنف في مصر بأقل من حرب أهلية في تصريح لاتحادهم لن يقدم ولا يؤخر، هو فقط يرفع العتب إن حصلت مقارنة بين دوره هذا وأدواره السابقة في البلدان العربية ما يثير الاستهجان، خاصة أن الإخوان أشهروا نزعتهم حول العنف وركلوا الملفات السياسية مستلين ماضيهم الإجرامي ورافضين دعوة رئيس الوزراء المؤقت حازم البيلاوي للمشاركة في تشكيل الحكومة، بينما طالبت جبهة الإنقاذ بمزيد من التشاور مخففة حدة اللهجة ورافعة سقف التعاون مع القيادة المؤقتة ومع الرئيس منصور العدلي الذي كلف محمد البرادعي بمنصب نائبه المؤقت للشؤون الخارجية، في حين أصدر الجيش المصري بياناً ليلة التماس رمضان يؤكد وقوفه الحتمي مع الشعب والميدان، ولعل أخبار اعتقال العشرات من الإخوان بتورطهم في جريمة الحرس الجمهوري تكشف أن كفة الشعب رجحت وأن الجيش المصري بدأ يعيد وجه مصر الحقيقي ممزقا كل أقنعة الجماعة. صرح وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون بأن حالة عدم الاستقرار في مصر تستوجب التحلي باليقظة ليس من جانب أجهزة الاستخبارات فقط وإنما من جانب قوات الجيش والدوائر السياسية، وأكد يعلون أن الأحداث في مصر وسوريا ولبنان يمكن اعتبارها مسيرات تاريخية لن تنتهي في الفترة القريبة، وحول مستقبل عملية السلام مع الفلسطينيين لمح إلى أنه يجب علينا أن نعرف كيف نعيش في واقع تتخلله قضايا لا توجد لها حلول. بدأت كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية محادثات وصفت بالجدية حول إعادة فتح مجمع كايسونغ الصناعي المشترك. يشار إلى أن مجمع كايسونغ الصناعي الذي أغلق في نيسان الماضي على خلفية الاستفزازات التي قامت بها كوريا الجنوبية ضد كوريا الديمقراطية كان يعمل فيه نحو 53 ألف موظف كوري ديمقراطي في 126 مصنعا كوريا جنوبيا، وهو يشكل أحد آخر الرموز المتبقية للمصالحة بين الكوريتين.
في الولايات المتحدة كافح رجال الإطفاء طويلا للسيطرة على حريق هائل شب في مبنى تجاري مهجور في ولاية كاليفورنيا، وحضرت فرق الإطفاء على عجل على موقع الحريق حيث عملت لساعات من أجل السيطرة على الحريق الذي يعد أكبر خامس حريق هذا العام يشب في المنطقة الصناعية في مدينة لوس أنجلوس. في الختام لم يبقى إلا أن نذكر بأبرز العناوين. لافروف: سلمنا الأمم المتحدة الوثائق والصور للمواقع التي أخذت منها عينات غاز السارين والقذائف المحشوة بالسارين صنعت بأماكن سيطرة مجموعات المعارضة. ميامين الوطن يتصدون لفلول عصابات الإرهاب المرتزقة على امتداد الجغرافيا السورية. والميادين المصرية ما بين الحراك السياسي والتصعيد الأمني. ختام النشرة بأمان الله ورمضان كريم.